بجد التحية بيك يا كابتن ميدو. سريعا خليني اقول لك تشكيل الاسيوطي لهذه المباراة اللي لسه خارج للتو حالا. في حراسة المرمى احمد دعدور، امامه اثنين مساكين احمد سعيد اوكا واسلام صيام، باك رايت حمادة طلبة، باك ليفت ايزاك موليم، في نص الملعب مهند لاشين ومحمد رزق، وامامه نبيل عماد دونجا واحمد عفيفي وشريف دابو، المهاجم الوحيد شيلونجو. ده التشكيل الرسمي بالنسبه لفريق الاسيوطي. بالنسبه لدكه البدلاء، عصام ثروت، احمد جمال، محمود صلاح، عمر سافيولا، عمر عبد الواحد، وايضا نيو جيفت وشريف رضا. ده كل ما يخص فريق الاسيوطي يا كابتن ميدو. لكن خليني سريعا اقول لك ان متواجد عدد من جمهور النادي الاهلي وايضا من جمهور فريق الاسيوطي. زي ما احنا عارفين تم طبعا الاستقرار على حضور 500 مشجع من اعضاء النادي الاهلي، سواء النادي الاهلي او النادي الاسيوطي. حتى الان طبعا بيحضر بعض الاعضاء طبعا المنتمين للنادي الاهلي وايضا بعض الاعضاء المنتمين لفريق الاسيوطي، واللي مقدر عددهم ب 500 فقط طبعا حسب الاتفاق ما بين اتحاد الكره والامن طبعا قبل هذه المباراه. فبالتالي التوتال هيكون 1000 مشجع، وبالتحديد هم كأعضاء من كلا الناديين هيكونوا متواجدين وهيتابعوا هذه المباراة من داخل أرضية ملعب استاد السلام. خليني أقول لك إن في هذه اللحظات طبعا لاعبي النادي الأهلي بيأدوا عمليات الإحماء، وأيضا لاعبي الأسيوطي بيأدوا عمليات الإحماء استعدادا لهذه المباراة. وخلال دقائق طبعا هيتم خروجهم من أرضية الملعب ويكونوا جاهزين إن شاء الله لبداية هذه المباراة الهامة، واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي ويقدر من خلالها يتأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر. ليك شكرا ليك امير. يعني اخيرا علي مال طلع تشكيلته اللي هيقابل بها النادي الاهلي.